حظك حلو النهارده الدنيا شمس وحر. حلو. بقالها كتير بتمطر. انا فكرني الجو في لوس انجلوس. لوس انجلوس الجو حلو كده؟ اه. ايه رايك في الفيو؟ جميل. حلو. جميل كده يعني قلت قايد باي بس وزغير. صح مدي على اسكندريه جدا دايما فكرني باسكندريه. باسم ايه اكتر حاجه وحشتك في مصر؟ المانجا. المانجا؟ اه والله مفيش مانجا في لوس انجلوس. المانجا لويسي. لا هو المانجا اللي عندهم هم فاكرين انها مانجا بس هي ما لهاش علاقه اصلا بالمانجا. المانجا لويسي مصر مفيش زيها في العالم كله. ومفيش حد من اسرتك يجي يزورك يجيب لك قفص مانجا؟ بنهربهم. بتهرب مانجا؟ لازم حد يجي في الصيف ويقوم جايب معاه كده اهوت. لازم لان الكلام غلط يعني طبعا دلوقتي ببلغ عن نفسي بس مش المفروض ان الحاجات دي تخش بس بيتم تهريبها بقى باشكال معينه. اه افضل قاعد اسبوع كده اهوت اخلص فيهم. طيب انت شايف بلدك ازاي دلوقتي من بعيد؟ يعني مش ده كان الحلم اللي كان عندنا طبعا بعد 25 يناير وشيء محزن يعني لان ناس كتير جدا من اصحابي اللي ممنوع من السفر واللي في السجن واللي مش عارف يعني شيء محزن او اللي مسافر فطبعا مش لطيف. شايف ان انت ممكن يبقى ليك دور في تحقيق ما تتمناه للبلد؟ يمكن من بره يمكن يعني لما الواحد يوصل لمستوى اقوى واعلى في الاعلام بره بس حاليا انا ما اقدرش اعتقد ان انا ما اقدرش اخدم بشكل مباشر اللي بيحصل. طيب تيجي ناخد مركب؟ يلا ناخد مركب. فلوكا؟ فلوكا. يلا بينا. يلا. شمس الشموسة. ايه رأيك؟ لطيف لطيف لطيف. بقالي كتير ما خدتش فلوكة. كلنا بنسمع على الامريكان دريم. ايوه. ايه الامريكان دريم بالنسبة لباسم يوسف؟ هو الامريكان دريم يعني تعريفه ان اي حد يقدر يجي ومن ويحقق حلمه ان كان. انا حلمي انا ان انا اعيد تعريف مستقبلي تاني في مكان اخر بلغه اخرى وان انا زي ما تقولي كده اعيد اختراع نفسي. انا اعتقد ان ده مهم جدا. انت دلوقتي طبعا من اهم الحاجه اللي بتقابل اي حد بيهاجر هي العنصريه بالذات لو احنا بنتكلم على بلد في الغرب وبنتكلم على حد جاي من الشرق الاوسط. انت قابلت عنصريه؟ انا شخصيا ما قابلتش لان انا محظوظ ان انا موجود في ولايه زي كاليفورنيا. ولايه ليبراليه ما فيهاش الموضوع ده خصوصا في المدن الكبيره. لكن الفكره كلها انت مش هتستني لما يجي لك شخصيا فاهماني. واستخدام الكوميديا والسخريه مهم جدا في المواقف زي دي. باسم عايزه اوريك شويه صور كده تقول لنا بيمثلوا لك ايه وبتحس بايه لما بتشوفهم. تمام. ده مسرح البرنامج ذكريات جميله جدا. وانا انا 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 الناس فاكره ان انا اللي وحشني البرنامج والمسرح وكده. انا كان وحشني الشغل اللي كان ورا البرنامج ان انا كان الروتين اليومي اللي كنت بروح كل يوم الصبح اقعد مع التيم وان احنا لمده اسبوع بنحاول نخلق حاجه جديده. فده بصراحه ده اللي وحشني اكتر الشغل اللي بيوصل للحظه دي مش اللحظه دي نفسها. ده لما ده صلعت بصوري والا مصر وشبهها في حاجات اوحش من كده بقى. في ناس كانوا بيحرقوا صوري وكلام من ده وبتاع. لطيف. الظريف ان الناس دي كان نفس الناس اللي بتطلع في مزارات تانية مؤيده. نفس الوشوش بالظبط سبحان الله. تايم اون هارت على فكره بس الصوره دي مش حقيقيه. الصوره دي مش حقيقيه. مش حقيقيه. ايوه انا اتحطت على اتحطت على الغلاف عشان تقول انها تايم اون هارت بس انا ما طلعتش على غلاف التايم ولا كان زمان يعني ايه. انا ما كنتش اعمل معاكم حوار اصلا. كنا وقفنا كان الذهب بترمى عليك دلوقتي. لا 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 انا على كفر بتاع التايم. لا حبيبتي لا 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 انا بتكلم ان انت طلعت من الموست انفلونشال من اكتر. دي كان بالنسبه لي كان شيء عظيم جدا. دلوقتي بصراحه ده كان سنه 2013. تمام ده حقيقي. شايف ممكن توصل لده وانت في بعيد عن بلدك ولا ده حاجه ان شاء الله مطلع. نكسب الاوسكار المره الجايه. المره الجايه ان شاء الله نكسب الاوسكار. يلا هتنافس رامي مالك؟ يلا ننافس يعني روبرت دي نيرو نفسه. ايوه هي دي. طيب يافطه النهايه هي. طب صح دي كانت بصراحه لحظه مؤثره جدا وساعتها كنا بنضحك بس احنا كنا متضايقين جدا يعني
دي كانت اليافطه دي كانت جايه من كانت موجوده بالصدفه في تحت المكتب تبع حلقه تانية تبع الحلقه الاخرانيه. يعني دي مش معموله مخصوص لنهايه البرنامج خالص، دي كانت موجوده تبع حلقه من الحلقات، وطلعت في حلقه من الحلقات من البرنامج، واحنا كنا طالعين حد كان ناسيها تحت المكتب او حاجه فطلعت فلقيتها، قلت والله دي يعني جت في وقتها فطلعت. كنا بنحاول نضحك عشان ما تبينش طبعا ان احنا متأثرين، بس صراحه كنا متضايقين يعني. طب كواليس الضحك ده ايه؟ لا كان زعل وعياط يعني ما بين الناس، انها كان ما انا قلت لك ان اللي كان اهم من البرنامج كان الـ 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 العلاقه اللي كان ما بين الناس في كواليس البرنامج، الـ 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 العيله اللي اتخلقت، ده كان اهم حاجه. ده والدي كان بيحب قوي يجي العرض، وكان مهما كان اختلف معايا في الرأي السياسي، وخصوصا بعد 30 سنة مش تعرف الجيل ده يعني، لانه عنده موقف سياسي معين، بس كان يحب يجي يضحك قوي، وكان هو بيتفخر دايما لكل اصحابه انه دايما معاه تذكرتين للبرنامج. تذكرتين مش واحده؟ لا ما هو يعني هو كان بيجي وبعدين يجيب هو تذكرتين لاصحابه، هو كان دايما كان هو انا ليا الكتب بتاعتي تذكرتين، هو كان دايما هو ايه اصحابه يعني، هو كان يقول لك انا ابو بس يوسف انا عندي تذكرتين، عارف لما يبقى عندك حاجه كده وتتباهي بيها بين اصحابك، فهو يعني هو ما كانش موافق على اللي بتعمله في نفس الوقت بيبقى فرحان بيك. بس هو والدي من النوع اللي هو ايه هو مش موافق بس اقول اللي انت عايزه وخلي بالك من نفسك، هو كان كده ما عندوش اللي هو القفش يعني، ما كانش قفش على مهما اختلفنا. ومامتك؟ مامتي بقى الله يرحمها بقى ما لحقتش الهلومه دي كلها، لانها توفت بعد 36 على طول. بس كانت بتقول لك بس كفايه يعني لايمها شويه. هي كانت خايفه سواء تحت الاخوان او سواء بعد 36، لان هي كانت مرعوبه عليا. طب بتقول يا ريتني مشيت جنب الحيط او سمعت كلامهم؟ لا ليه، ما احنا موجودين اهو في امريكا اهوت وبنصور في بيبلوس. احنا في بيبلوس مش في امريكا، احنا في لبنان. بس نجي لك امريكا يا سلام، هتعزمنا؟ لا. طيب لقيناك مع خاشقجي. كان في مؤتمر فعلا في بتاعه، هو جه وصور معايا وكانت المره الوحيده اللي انا قابلته فعلا. هو كاتب هنا ان انا استفدت من نصيحه حكيمه ازدها لي باسم يوسف واحتفظ بيها لنفسي. ايه هي النصيحه؟ هو احتفظ بيها لنفسه بقى وربنا توفاه بقى، فما فيش داعي بقى ان احنا مش عايز تقول لنا قلت له ايه؟ اصل انا ما قلتلوش حاجه يعني، انا اعتقد ان هو الموضوع كان كبير قوي، انا قلت له يعني ما تضيعش نفسك في 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 معارضات مكشوفه وانت ظهرك مكشوف يعني، لازم تأمن ظهرك الاول، ما تقدرش انت تحدد النظام لوحدك وكلام من ده، ولازم ولازم تبقى سلامتك اولا، ده كان نصيحتي له بس. انت بتتبع نفس النصيحه؟ يمكن. باسم ايه هو الوطن بالنسبه لك؟ انا هقول لك حاجه، نجيب محفوظ كان له كلمه لطيفه جدا عن الوطن، كان بيقول الوطن هو حيث نتوقف عن الهروب. فين هو الوطن دلوقتي بالنسبه لباسم؟ حاليا هو في امريكا. ممتاز بصراحه يعني، انا مش هجملها يعني، الوطن مش اللي احنا بنتولد فيه، الوطن اللي بيدفننا ولادنا فيه. انت عايز ولادك يدفنوك في امريكا؟ هو المصاريف هناك غاليه حبتين، فلازم نحوش الجنازه هناك. بس يعني بس فعلا عايز تنهي حياتك فين؟ انا حياتي في المكان اللي انا مستريح فيه حاليا، انا مستريح في بلدي، هل في وقت هيبقى انا مستريح فيه مثلا في مصر؟ يبقى وماله اماني. شكرا باسم يوسف لمشاركتنا قصتك مع الهجره، نورتنا في بي بي سي اكسترا. شكرا جدا ومسي جدا، انتوا استضفتوني وانا يعني عاجز عن الشكر ان انتوا اخترتوا مكان رائع زي ده ان انتوا تجروا على الحوار معايا، وشكرا لكم. ان شاء الله اكون انبسطت جدا ويكرم عينكم. تكرم عينك. يكرم عينكم بقى كلكم. تسلم. تسلم. شكرا.